عيب يعمل اول، عيب يعمل اول. لا هو يعني الهجوم في الاوقات اللي زي دي بيبقى طبيعي، وزي ما اتقال من في الاول بيبقى فيه شيء من النزعه الانتقاميه والرغبه في نقد كل شيء، فده شيء مفهوم ما عندناش فيه مشكله. الانرجي او الفايبرنس اللي انت اتكلمت عنه يمكن استاذ اسامه محتاج تكاتفنا كلنا، مش بس الشركات الكبيره، يعني مش بس الشركات الكبيره لوحدها، هي منظومه. الشركات الكبيره لها دور، الحكومه لها دور، الوزاره لها دور، الشركات الاصغر لها دور، الانترناشونال كوربريتس لها دور، واللوكال كومبانيز وكلها طبعا شركات فيها خبرات عظيمه وفيها ناس محترمه وفيها ناس بقى لها كتير في القطاع ايضا لها دور. فكلنا مع بعض نشارك عشان كلنا مع بعض نقدر نتساند والفايبرنس والانرجي مطروحش. المهم نتفق على الهدف ايه، احنا عايزين نعمل ايه، عايزين ان القطاع يؤدي دوره ايه النهارده، ازاي دوره يبقى فاعل في الاقتصاد، ازاي دوره يبقى فاعل في تحت فرص عمل اكتر، في تنميه اكتر، في عوده مصر للساحه الدوليه في هذا المجال بسرعه. هو ده المهم، نتفق على هذا المانديت وبعد كده كل واحد يبقى له دور ونكمل فيه. يعني انت وعدنا ان حماسك مش هيقل بعد ما تخرج من هنا؟ لا اوعدك ان حماسي مش هيقل. طيب استاذ حاتم. انا اعتقد ان احنا كقطاع يمكن الحماسه ما بتخبوش. احنا لو بصينا على النمو اللي في القطاع في اخر 12 سنه هنلاقي ان القطاع كان النمو بتاعه مستمر، ما كانش في وقت في حماسه وبعدين هدي وبعدين حماسه. اعتقد الحماسه كانت مستمره في القطاع من اواخر التسعينات لحد دلوقتي. اعتقد ان احنا من القطاعات القليله جدا اللي في عز وقت الثوره لما كل حاجه وقفت وكانت بس الناس بتتفرج على التلفزيون كان القطاع كله بيشتغل، سواء بيشتغل عشان خدمة العملاء بتوعه أو بيشتغل، يعني سواء العملاء ده هو الشعب أو الشركات الاي تي اللي كانت شغالة معانا ان احنا نريستور النتوركس والدمج اللي حصل فيها في وقت الأحداث اللي حصل. فالحماسة دي لسه موجودة. أعتقد النهاردة برضو ما قلنا يمكن زميل خالد اتكلم على المبادرة عاملينها المحو الأمية، وأعتقد ان في شركات تانية النهاردة اتكلمت عن المبادرات هي عاملاها. فأعتقد الحماسة كانت موجودة في القطاع وهتفضل موجودة إن شاء الله. ويمكن الجزء اللي أنا يعني بأكد فيه تاني على كلام حسان، إن زي ما أنا بشتكي إن إحنا في مشكلة دلوقتي اقتصادية وكده، إنما إحنا هنمر منها، لازم المستقبل هيكون أحسن. كشركات إحنا أعلنا عن الاستثمارات بتاعتنا للسنة الجاية وهي مش هتقل عن الاستثمارات القديمة. إحنا كشركات عملنا في الأرباح بتاعتنا في السنين اللي فاتت تعوضنا وتخلينا نقدر ان احنا نستحمل سنين صعبة، انما اكيد المستقبل هيكون احسن ان شاء الله. فالحماسة موجودة وهتزيد ان شاء الله. عظيم. يعني انا اعتقد استاذ حسان اتفضل، لكن هي دي الروح اننا بنقول اللي فينا حقق ارباح في الفترة اللي فاتت، يعني من حقنا ان عليه ان هو يشتغل اذا لم يحقق حتى نفس الارباح. نتمنى ان الارباح تزيد، يعني بالعكس نتمنى انها تزيد، لكن نتمنى ان الشغل لا يتوقف. استاذ حسان اتفضل. ما بدي اكرر اللي اتقال، لانه فعلا واضح انه نحن عم نتكلم بنفس الاتجاه وعندنا the same energy. يعني حتى بلقائنا مع الدكتور ماجد عثمان كان في توجيهات انه ايه اللي ممكن يتعمل لحتى نساعدكم لحتى تستمروا وتضلكم مستمرين، حتى بلقاء وكان موجودين ممثلين للشركاء بموبينيل. يعني في فعلا نية كبيرة انه لا لازم نستمر، لانه اسوأ حاجة ممكن تحصل دلوقتي هي انه كل الشركات تقرر انه تقلص وتخفف وتتباطأ، لانه ده هيعطي يعني مفعول إضافي للأزمة اللي نحن عم نمر فيها. لذلك لنعدي الأزمة بالعكس لازم ننشط أكتر، لازم نكون عم نحرك أكتر، لازم نستثمر أكتر ونشغل أكتر. ده اللي ممكن يحركنا ويخلي القطاع عم بيتحرك. الأساس يعني لنرجع لموضوع وضع السياسات، الحاجة المهمة اللي عم تحصل حاليا بالقطاع انه في تواصل كبير مع كافة العاملين داخل القطاع، وممكن جدا انه بالفترة دي نوضع policy paper للقطاع ونحط نظرة جديدة للقطاع، لانه القطاع رايح باتجاه جديد. في اصلا ثورة حصلت برضو بالقطاع الاتصالات لازم نواكبها ونكون نحن يعني
كمصر موجودين داخل هالثورة اللي عم تحصل ونكون مواكبين لها. شكرا لحضرتك. هنبتدي دلوقتي في الأسئلة. أنا بس أول تعقيب جالي بيقول لي يا ريت تفتح الباب للأسئلة بالمايك ولا تحجر علينا التعبير عن آرائنا. أنا كل اللي قلته أنا عايز ورقة بس بتقول اسم الشخص اللي عايز يسأل السؤال، لكن ما بقولش انه لازم يبعت السؤال مكتوب. اللي عايز يبعت السؤال مكتوب اهلا وسهلا. اللي غير كده طبعا الاسئله بالمايك. هطلب من محدثينا الكرام ان هم في الاجابه على الاسئله يحاولوا قدر الامكان يكونوا الاختصار في ده. استاذ شهاب النواوي، تسمح لي اقرا سؤالك ولا تحب تساله بنفسك؟ طيب، الأستاذ شهاب النواوي بيوجه سؤال لمعالي الوزير، بيقول إذا كانت الدولة فعلا صادقة في تشجيع روح الريادة في السوق المصرية، كيف يمكن مساعدة الباحثين والطلاب والدارسين بجامعة النيل في الاستمرار في الدراسة، وخاصة أن الهدف من هذه الجامعة كان وضع مصر على خريطة البحث العلمي الأكاديمي؟ معالي الوزير، كيف يمكن مساعدة الباحثين في جامعة النيل في الاستمرار في الدراسة؟ بالنسبة لجامعة النيل، الحقيقة ما تم انه زي ما حضرتكم عارفين انه كان هناك يعني اعتراض على الكيان القانوني بتاع جامعة النيل. جامعة النيل عندما قامت كجامعة خاصة، لانه لم يكن قانون الجامعات الاهلية قد صدر، الجامعة المنشآت بتاعتها او يعني الارض زائد المبنى كانت ملك وزارة الاتصالات، لكن يعني ظهر لغط في الإعلام كما لو كان هناك يعني نوع من الخطأ في إهدار المال العام أو التربح إلى آخره، وهذا غير صحيح. ما حدث أنه مجلس وزراء قرر نقل ملكية الأرض والمبنى إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء. ظلت المشكلة أنه جامعة النيل كان في هذه اللحظة كانت بتستعد للانتقال إلى المبنى الجديد، وكانت بتشغل مبنيين في القرية الذكية بالإيجار، وكانت فعلا أنهت إيجار واحد منهم عشان تستعد للانتقال. في هذه الفترة حدثت الثورة وتم إعادة النظر في بعض الأمور. الحقيقة الوعد اللي موجود لدينا هو وعد بأنه في خلال أسابيع قليلة يسمح للجامعة أنها تستخدم المبنى الأصلي اللي تم تصميمه لاستخدامها. المسألة لازالت من ناحية التحقيقات النيابة لم تنتهي، فإحنا منتظرين حتى تنتهي كل الأمور المعلقة. لكن هناك وعد من الدكتور عصام شرف بأنه الجامعة يعني تستخدم المعامل اللي هي صممتها واللي هي أيضا استثمرت فيها من ناحية الانفراستراكشر، ويعني احنا يعني متفاهمين هذا الموضوع. الحقيقة هناك يعني انا شخصيا واعتقد كثيرين في مجلس الوزراء بيشاركوني هذا الاحساس، انه هذه جامعة يمكن ربما تكون اول جامعة في مصر يعني متوجهة بالدرجة الاولى للدراسات العليا. احنا كلنا بنتحدث عن البحث العلمي، كلنا بنتحدث على تأخر ترتيب مصر في البحث العلمي على مستوى العالم، انه في دول في المنطقة سبقتنا بمدى بعيد. الحقيقة اي واحد يطلع على الابحاث اللي صدرت واللي نشرت من العاملين في جامعة النيل لابد ان هو يرفع القبعة للعاملين فيها، فبالتالي هناك تعاطف، ولكن الامور يعني بس احنا بناخدها ببعض الهدوء الذي لن يتجاوز اسبوعين او ثلاثة، واعتقد الامور هتجد طريقها الحل. ولكن هناك وعد من رئيس الوزراء انه الجامعة تستخدم المباني الاصلية والمعامل اللي تم تصميمها من اجل استخدامها. شكرا معالي الوزير.